لكن هنروح بيروت نشوف محمد يوسف مع قناة الأهلي بعد هذا الفوز الكبير شافه إزاي. الحمد لله، يعني كرم ربنا. المباراة كانت صعبة شوية، ظروف احنا عارفين الظروف، انا مش عايز اتكلم في التفصيل، لكن الظروف اللي بنمر بيها محتاجين كل مباراة ومحتاجين التلات نقاط. الحمد لله ان احنا حضرنا اللعيبة نفسيا بشكل قوي جدا. احنا جايين لمهمة، مهمة رئيسية ان احنا نصعد لدور ال 16 في البطولة العربية. النقطة الثانية ان احنا النهاردة يمكن شفنا غياب اكتر من لاعب زي فتحي وزي ازارو وزي حمودي كمان لمرضه، جاله دور برد جامد جدا وحراره، فطبعا اضطر مستر كرتون يريحه. المهم في النهايه انت بتدفع بوجوه، احنا شفنا احمد حمدي وشفنا شريف، فشفنا هاني كمان كان بقاله فتره ما بيلعبش. يعني الموضوع كله الحمد لله ان مكسب وثلاث نقاط صعود للدور التالي، وفي نفس الوقت كمان بتجهز فرقتك عشان المباراه القويه. يعني عدينا ببعض الظروف طبعا، حاجات بسيطة كلها، لكن أنا بشكر الجانب المسؤولين في نادي النجمة والجانب اللبناني والست السفير، لأنه فعلا كانوا معنا في خلال 48 ساعة اللي كنا موجودين. الحمد لله كنا مركزين، والنهاردة ربنا ادانا لأن احنا فعلا كنا مركزين، جهزنا اللعيبة بشكل كويس جدا، واللعيبة كمان رجالة النهاردة قدوا مباراة يعني جيدة جدا، وخلاص الحمد لله بنفرح كالعادة. بكرة إن شاء الله على طول نبدأ نركز في وفاق صيف يوم 2 أكتوبر، مباراة مهمة. نتمنى ان شاء الله المصابين يرجعوا، لان مهم جدا يرجع لنا السوليه وسعد سمير، ميدو جابر، مروان محسن، جونيور كمان بعديهم هيجي ان شاء الله. فنتمنى ان شاء الله المجموعه دي برضو تخش لنا، عشان عندنا شغل او الدور اللي جاي او الفتره اللي جايه هتبقى فيها صعوبات جامده. يعني يمكن زي ما انت قلت يا كابتن يوسف، هنقفل الصفحه المباراه البطوله الافريقيه، ده الهدف الكبير بالنسبه للجهاز الفني والبطوله الافريقيه، حلم كبير لكل اهلاويه. كيف ترى مباراه وفاق ستيف؟ انا عارف ان في تحضير وفي مباريات وفي تحضير بجانب كمان المباراه بتاعه البطوله العربيه. انا بقول كده كريم عشان انا مش عايز ابالغ في الفرح، احنا كنادي اهلي لسه ما مسكناش حاجه في ايدينا، والنادي الاهلي المركز الثاني ما بيتحاسبش عليه. يعني انا النهارده برفع على البطوله اوكي، غير كده ما فعشان كده انا مش عايز ابالغ في الفرحه، مش عايزين ندي انطباع ان الماتش اللي فات بنكسب 4 الماتش ده بنكسب 4. احنا المهم ان احنا ان شاء الله وفاق صيف في المباراه الاولى نعمل مباراه جيده جدا، نقدر نكسب نتيجة مطمئنة، لأن المباراة العودة هتبقى هناك في الجزائر هتبقى مباراة شرسة، فلازم نحضر لها من اللحظة اللي احنا فيها دي. أنا قلت أن بمجرد انتهاء من مباراة النجمة هنبدأ نفكر في مباراة في الصيف، فنتمنى إن شاء الله أن احنا نجهز، نتمنى إن شاء الله أن احنا المصابين يرجعوا لنا عشان نبقى اكثر صلابه واكثر قوه، وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله في المباراه اللي جايه ان شاء الله. كابتن يوسف، رسالتك ايه كل اللعيبه الرجاله اللي تلاحم المباراة الكبير، لكن في اصرار بنشوفه في كل اللعيبه، ما فيش فرق بين البطوله العربيه والبطوله الافريقيه، حابب تقول لهم يا كابتن يوسف؟ انا رسالت اقول لهم ده لعيب النادي الاهلي، قدر لعيب النادي الاهلي انه على طول كل مباراه كل مباراه وكل بطوله كل مباراه وكل بطوله لازم يفكر على طول في الفوز. هو دايما جمهور النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي متعوده على كده، ويمكن انا على طول كلامي معاهم النادي الاهلي ما يعرفش كم مره وصل فاينل، ما يعرفش كم مره وصل سيمي فاينل، هو بيعرف كم مره شال الدرع او كم مره شال الكاس او كم مره فاز بالبطوله. فمن هنا انا بقول طبعا رسالتي ليهم ان احنا خلاص هنفرح النهارده، بكره على طول لازم نحط الموضوع ده ورا ظهرنا، كل الماتشات لازم نركز كويس قوي ونجهز كويس قوي ونعيش المباراه بتاعه يوم 2 اكتوبر يوم الثلاث، لانها مباراه مهمه وخطوه كبيره جدا ان شاء الله.